احنا ما نسمعوش هذا الشيء. اوتو بسيطه، ما تحتاج لا تسكير ولا تكون شي مسخوط مدمغ ولا حتى شي حاجه. علاش حنا ما نسمعوش؟ علاش حنا عايشين في الفقر؟ لان المستعمر اللي هو كيمثلو دابا في الرباط السي محمد السادس، ديكتاتور والقتال والسفاح، وكل واحد يوصفه باش ما بغى، لان اي وصف كينطبق على هذا الكلب بهذه الصفه هذه والكلاب اللي راه دايره فيه. قلت كيمثل داك الصهيوني. شكون هو الصهيوني؟ واش الصهيوني غادي يجي لكم بنت الابي؟ بالله خصنا نديرو لكم منكم. انت جلس مع راسك في القصوره ودير الحفلات ديالك وتفتح مع راسك ودير اللي بغيتي، وهاد الشعب يجلى على باباه الكلب كما المقوله ديال جوع كلبك يتبعك. وانما ما نساوش، ما خصهمش ينساو بان هذا الكلب هذا اللي جيعان الا بقى تعاد شاده راه ما غادي يطلقش هكا بهاد البساطه. راه ما غادي يطلقش الا عاد العضه ديالو، راه ما غادي يطلقش. والعضه هي غادي تجي، وغادي تجي ان شاء الله، واخا يعياو ما يطيروا. وزيد فوق هادشي هذا، مثلا هنا كنهضروا على التعليم، التعليم في هاد البلاد. Ça fait 40%, pas mal, combien tu touches par mois?